تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج مع بعضها. وصلنا عند الحمل والحوت يلي هيدي العلاقة بحاجة لبداية عاطفية جديدة وخطوات أمامية لحماية هيدي العلاقة، كأنه ابتدى يتسلل على هيدي العلاقة البرود بالمشاعر والجفا، كان والجفا وكمان عدم الاهتمام من الطرفين. فإذا كنتوا حريصين على استمرار هيدي العلاقة احيوا مشاعرها. دلكم بألف خير وباي باي.